باش نعرفوا شنو في الاطوار ديال اولا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجلسه اللي فرت اليوم وقع فيها مجموعه من المشادات وقعت فيها دفوع اثار دفاع المشتكى به مجموعه من الدفوع في الشكل، وقمنا بالتعقيب على هذه الدفوع وارجعنا الملف الى جلسه 18 ماي 2020 لتبدا مناقشه الملف، ولدينا من المستجدات ما سنقوم بوصفه حينها. لذا عقبنا على جميع الدفوع الشكليه التي اثيرت، وكانت هذا النقاش بشكل كان فيه نوع من الحده وتمهلنا الى تاريخ 20 من ماي قصد مناقشه الملف، لاننا هنا نفرق ما بين الدفوع الشكليه وجوهر لا جديد اكثر. خصوص التكذيب ديال المحامي ديال الاجنبي، كذب الفيديو وشكك فيه بانه اختار فقط اللحظات اللي خاصهم. اولا انا لا يمكن ان اتكلم عن زميل، هذا من اخلاقنا ان اتكلم عن زميل، ولكن هي نفس القضيه، ولكن اتكلم عن مثلا فكره تزوير او تحريف ذلك من اختصاص القضاء، ولو لم تكن النيابه العامه متاكده ما كانت لتسطر المتابعه في حاله اعتقال. من جانب ثاني لا زالت اطوار القضيه ستطول وتطول لاعتبار ما لها وما فيها من مناقشات. تفضلوا الكلمه. بخصوص عندي واحد السؤال اخر بخصوص بخصوص التهديد ديال الاستيد لاخر. جديد القانون جديد. شنو الراي ديالك؟ شنو كيفاش؟ اسمع الاستاذ ارجع شويه للنور ولا خليك. شباب بلاصه بالنسبه لرايي المسافه. رجع شباب شباب الله يرحم الوالدين. مسافه الامان نتمنى باذن الله مسافه الامان ياخذ الاجره ديالو. هذا ما تنتمنى. واش غتنازل؟ لا لا تنازل ما يمكنش. كاين شي ضغوطات؟ ولو يكونوا اي ضغوطات ما يمكنش غتنازل. الضغوطات كامله غادي نتحملها وغادي ناخذ الحق ديالي باذن الله. تشبت بالحق ديالك طبيعي. بخصوص التهديد ديال الاجنبي لذاك صاحب الفيديو، فين 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 وصل تهديد الاجنبي؟ هدد صاحب الفيديو بانه غادي يدير ليه كما دار لذاك الغنم. نقول ان القضيه بدات في المناقشه وهناك دفوع الجوهر ولم تدخل في مناقشه القضيه. الان تم تسجيل لي وقمنا بالتعقيب عليها، ورسأت المحكمه ضم الدفوع الى الجوهر، وفي عندما تبدا مناقشه يمكن ان نناقش هذه الامور. جلسه ثلاث اجلات 18 من ماي 2020. شكرا. شكرا. معنى ان القضيه حاليا القضاء يخدم يتبع المسطره ديالو وياخذ المسطره ديالو. بالنسبه لما يروج عن اخبار انك قطع والصحيح الخطر. هو قاعد خدمت انا من الاخبار ولكن كنت سمعت انا الاخبار ولكن كنت عارف باش توصل كنت وصلت باي حاجه جميع الناس. واش تم يعني اختبار معكم المقابله معكم في الطرف؟ واش حاجه ديالو؟ انا جوهر القضيه انا بالنسبه لي انا مسألة القرار ماشي مسألة يعني ما كاين حتى شي استفاده او هبه ملكيه او حتى شي حاجه، يعني كل شيء كان اي حاجه غادي نبلغ بها لجميع الناس يفرحوا معايا. كيما شاركوني الحزن ديالي يشاركوني الفرحه ديالي. فهمت، يعني كل شيء ما كاين والو، يعني فقط اخبار كاذبه على صفحات الان سمعت ولكن ما شفت والو. والاصل ديال السلطه هي تتعلم مع الوقت يعني ما عرفتش شحال عندك ديال الخسارات تقريبا؟ قدرتي تعرف على الخسارات اللي هذا الامر بالنسبه لي فات مساله الخسائر مساله ديال الجوهر اللي كنا نقول ديال الغرام وديال
النفسيه ديالنا لان حنا عايشين بحال شي جنازه ما بقاش عايشين هيك الحياه اللي تعيش الانسان في واحد الوقت. يعني كنت نقول بحال شي بحال الاقتصاد وكثر من كلمه الاقتصاد. ماذا عن ايمن؟ ماذا عن ايمن؟ كيفاش كيدير الحاله ديال ايمن دابا؟ طبيب نفسي اللي هي انا والزوجه وان شاء الله اكيد لان الحاله اللي حنا ماشيين ومع ذلك الحمد لله على كل حال. بالنسبه للصفحات اللي تحكمات بالاخبار الزائفه حنا كمنظمه حقوقيه غادي نديروا رئاسه النيابه العامه. ماذا تقول سي حسن ماذا تقول لهذه المنابر الاعلاميه والهيئات الحقوقيه التي تمثلك اليوم؟ تنقول بالصوت تنقول للجميع تنتكلم مع الجميع ماشي غير مع الناس اللي معنا هنايا سواء حقوقيين سواء صحافة سواء المغاربة في كل مكان سواء السائل الناس تنقول لهم تشكر وتنقول لهم هادشي اللي أنا فيه راه كما تنقولوا ماشي سهل على أي إنسان باش يطرى لي هادشي اللي طرى ماشي سهل وكذلك بالنسبة للحق ديالي راه ما منازلش به يعني ما يمكنش بمال الدنيا غادي تبيع نفسك ولا غتبيع واحد من ولاد ديالك يعني هاد المسائل اللي طرات بالنسبه لي انا اكثر من الاغتصاب واكثر من الاغتصاب بالقرار. اذا المشاهدين مكاشف تي في كيف سمعتوا معنا التصريح ديال استاذ شبالك جلسه خصوص الجلسه الجلسه دازت كما كنت الجلسه حاليا حضرنا فيها الملف عرف معطيات جديده ظهور اشخاص جداد يعني جمعيات تحقق لنا قدرات باش انها استاذ هذا انت المحامي ديال داك الاجنبي استاذ بغينا نعرفوا